النهارده بقى هعمل لكم فطيره الجلاش. فطيره الجلاش هتغنيك ان انت تفرجي وتعجني وهتستغني عن الفطير المشلتت تماما. فطيره الجلاش الطراوه فوق الوصف زي ما انتم شايفين كده كميه الريقان اللي موجوده فيها. هتبطلي تعملي فطير في مشلتت تاني، هتعملي فطيره الجلاش على طول. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفه المميزه. اللايك يا جماعه بيساوي كلمه شكرا على المحتوى. اتمنى ان انتوا ما تبخلوش عليا بلايك، واللي ما اشتركش يشرفني ونورني وشارك في القناه علشان القناه تكبر بيكم. تفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان انتوا تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده. كلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو. معانا 4 معالق زبده هندوب معانا النار، ومعانا علبه زبادي. ولو عندك زبادي انتي عاملاه في البيت زي ما انا عاملاه كده هتحطي 4 معالق كبار. الزبده دي يا جماعه حسب انتي عايزه الفطيره، فطيره الجلاجي يعني فيها زبده كتير او عايزاها خفيفه. فلو عايزاها خفيفه ممكن تقليلي السمنه، عايزاها يعني فيها سمنه كتير هتحطي 4 معالق زبده كبار تدوبيهم على النار. ومعانا نص معلقه بيكنج باودر. يبقى المكونات نقولها تاني، المكونات دي ايه؟ 4 معالق زبدة كبار هندوبهم على النار، وبعد كده هنحط علبة الزبادي، وبعد كده هنحط نص معلقة بيكنج بودر ونبدأ نمزجهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السمنة دي يا جماعة الزبدة دي حسب رغبتك، عايزة تحطي زبدة طبعا الزبدة احسن حاجة للفطير، هو الزبدة احسن حاجة. لو عندك سمنة نباتي عادي مفيش مشكلة، بس الزبدة بأمانة هتخلي لها طعم احسن من السمنة النباتي كتير. ومعانا نص كيلو جلاش، بس يفضل ان هو يكون جلاش صابح مش جلاش عندك بقاله اسبوع ولا اتنين في الفريزر، لكن لو عندك بقاله كتير هتلاقيه اتقطع خالص منك. لكن لا بيبقى صابح بيبقى مثلا واحدة ولا اتنين متقطعين عادي، بس بيبقى ايه صابح بيبقى احسن. ولو في ورقة متقطعة ولا حاجة هنحطها في النص مفيش مشكلة، بس لو انت سبتيه كتير في الفريزر بتلاقيه متقطع خالص. وهنبدأ نقص الصينية زبدة زي ما انت شايفة كده، وهنجيب ورقة ورقة مش اتنين، واحدة بس، وهتحطي نصها في الصينية ونصها بره. واحدة واحدة معايا بقى كده علشان الفطيرة النهاردة روعة بصراحة، يعني لا هتفرجي ولا تعملي فطير مشلتت وتعجني، حاجة كده سهلة خالص. الصينية دي يا جماعة مقاس 30، الفطيرة كده قبة كده وتخينة شوية. لو انت عايزاها أرق من كده هتجيبي مقاس أكبر. الصينية اللي أنا عاملة دي فيها مقاس 30، ونص الجلاشة بره ونصها جوه، كل ما بين واحدة واحدة لازم تعصي زبدة. ما ينفعش لو انت معصيه زبده بين كل راق وراق مش هتلاقي الرقان اللي هي اللي انا وريتها لك في الاول دي، علشان الفطير يجي معاكي صح وناجح ويبقى رقان كله بين ورقه وورقه لازم تعصي زبده حتى لو كميه بسيطه. الكميه مش فارقه معايا، اهم حاجه بين كل ورقه وورقه تعصي زي ما انت شايفه كده. نص الجلاشه بره ونصها جوه. فطيرة النهاردة لو عملتيها هتقوم دلوقتي اتحداكي، لو عندك جلاشة تقوم تعمليها تحفة. بعد ما خلصنا كل الكمية كده نص برة ونص جوة هنبدأ نرجعه تاني جوة، برضه هنعوز زبدة. كل ما بين ورقة ما بترجعي الورقة تعصيها زبدة برضه، اهو زي ما انت شايفة كده. اتمنى يكون انتوا حطيتوا لكم لايك من ايدكم الحلوة دي بقى علشان الفيديو يترفع. واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. اهو زي ما انت شايفه هبدا ارجعهم كلهم تاني، وبس اهم حاجه كل ما بين رق ورق لازم انا اعوز زبده. ما يهمنيش انا هفضل اقول ما يهمنيش الكميه، بس يهمني ان انت لازم تحطي بين كل رق ورق علشان تبقى مورقه معاكي. انت شفتي التورقه اللي في الاول كانت شكلها ايه وقد ايه ان هي مورقه وجميله وبيضه كده وايه حاجه كده من الاخر. انا بشوف بعض الناس يا جماعه بيحطوا ما بين رقين اتنين سمنه مش كل رق، فما تبقاش حلوه رق واحد بس. وبعد ما خلصناها زي ما انتوا شايفين كده هنبدا نعصها زبده من على الوش. طبعا انا مسخنه الفرن، لازم تخش على فرن ساخن، ما ينفعش الفرن يكون بارد. انا وانا قبل ما اشتغل في الصينيه انا شغلت الفرن. وهتحطيها في الرف في الاوسط وهتتابعيها، يعني هنتابعها مع بعض دلوقتي ونشوف ايه ازاي احمرت وكده. اهو زي ما انتوا شايفين بدات دخلت ان هي تحمر اهو، وشايفين ان هي قبه ازاي، يعني منفوخه ازاي. نفخانها ده معناها كده ان هي مورقه من جوه، لو ما انتفختش معاكي كده تعرفي ان مش مورقه من جوه.
شايفين الرف اللي في الوسط، وكل شوية هتتابعيها تبصي عليه لحد ما اللون اللي انت عايزاه توصلي له، وبعد كده هنطلع. اهو زي ما انت شايفة كده. بس يا جماعة هي بتبقى في الاول ناشفة كده، لكن اول ما بتغطيها 5 دقايق بالظبط بتلاقيها طريت خالص. انت اول ما بتطلعيها في الفرن على طول تغطيها بس 5 دقايق، بس ما تسيبيش الغطا اكتر من 5 دقايق علشان البخار ما يقعش على الفطيره ويعجنها. 5 دقايق بس، وبعد كده ترفعي الغطا وهتقطعيه. انا حابه اوريكم كل شويه اللون بتاعها بيوصل لفين. طبعا هي من تحت حمرا خالص، لازم تتابعي برضو من تحت. وبعد ما خرجناها من الفرن زي ما انت شايفه كده، شايفين قبة ازاي؟ ده كلها مورقة، تعرفي ان هي انتفخت كده، تعرفي ان هي مورقة على طول. هغطيها 5 دقايق، مينفعش. شايفين ناشفة ازاي؟ اول ما بتغطيها 5 دقايق على طول بتطرى، مينفعش. لو قطعتيها كده هتقرمش معاكي. لو انت عايزاها مقرمشة بقى ما تغطيهاش، يعني انت لو انت حباها مقرمشة كده ومش عايزاها طرية يبقى هتسيبيها كده مكشوفة. فانا بس ايه يعني انا رأيي ان انت تغطيها، تغطيها بتطرى خالص معاكي كده بتبقى جميلة. وبعد ما غطيناها بقى وقطعناها ونشوفها مع بعض، شايفين طريت ازاي اهي؟ شايفين كمية التوريق بتاعها عامل ازاي؟ انا بوريكو اهو، بعد رق رق بقى. هنعد رقان قد ايه؟ لو انا محطتش زبدة بين بيور لراق وراق مش هتوصل الرقان بالطريقة دي، هتلاقي بقى تلزق في بعضها ومش هيبقى الرقان رقيقة زي ما انت شايفة كده. فعلشان كده مش مهم الكمية، ممكن تحطي زبدة بسيطة خالص، بس اهم حاجة بين راق وراق لازم تحطي. شايفين؟ بصراحة بطلي بقى تعملي فطير مشلتت، احنا نعمل فطيرة الجلاش على طول بقى. حاجة كده من الاخر جميلة وسهلة وبسيطة، مش متعبة ابدا، لا فرد ولا عجن ولا اي حاجة خالص. يعني ممكن انت قاعده بالليل كده تعمليها للاولاد يتعشوا بيها، سهله، مش يعني ايه، مش متعبه خالص. شايفين؟ شايفين الجمال؟ انا بمسك رق رق عشان افتحه لكم، عشان اوريكم بامانه انا وصلت لكم كل حاجه. لو عملت كذا هيبقى كذا، لو عملت كذا هيبقى كذا، فلازم تحطش من كل رق ورق زبده. يا رب الفيديو يكون النهارده عجبكم، بس لو عجبكم انتوا عارفيني بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. واتمنى ان انتوا تشاروا الفيديو ده على قد ما تقدروا بين اصدقائكم علشان تعم الفائده. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، ولو عايزين اي فيديو معين قوليلي عليه ان شاء الله انا هعمله لكم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.